الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة الأعزاء، سنوات ثانية ثانوي علمي، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات مرة أخرى. ما زلنا معكم مع متابعة حل تمرين رقم 81 صفحة 201 على المرجح في المستوي. بعدما شفنا في الجزء الأول السؤال الأول أنشأنا المثلث القائم، ثم السؤال الثاني عيننا مجموعة النقاط طوء أ. كانت مجموعة النقاط طوء أ عبارة عن مستقيم يوازي المستقيم AC ويمر بالنقطة G اللي هي مرجح الجملة المثقلة A المرفقة بالمعامل 1 وB المرفقة بالمعامل 2 وC المرفقة بالمعامل 1. اليوم راح نجاوبوا على السؤال الثالث، يقول عين ثم أنشئ المجموعة طو 2 مجموعة النقاط A من المستوي حيث تحقق العلاقة الشعاعية التالية. طويلة، هنا تقرأ يكون عندكم هكذا عمودين، طويلة MA زائد 2 MB زائد MC تساوي طويلة CA. إذا الفرق بين طو 2 وطو 1، كانت طو 1 عبارة عن علاقة شعاعية مجموعة أشعة، كانت MA زائد 2 MB زائد MC تساوي CA، كانت تساوي شعاع CA. الآن درنا الطويلة في الجهتين، إذا نتابع. إذا الإجابة راح تكون تعيين وإنشاء المجموعة طو 2 التي تحقق العلاقة الشعاعية. إذا ليكن دائما جي مرجح الجملة المثقلة A مرفقة بالمعامل 1، B مرفقة بالمعامل 2، وC مرفقة بالمعامل 1. طبعا لدينا جي موجودة مثل الحالة الأولى، لأن مجموع المعاملات 1 زائد 2 زائد 1 تساوي 4، و4 يختلف عن الصفر، فإن نقطة جي دائما موجودة وتحقق العلاقة الشعاعية شفناها في الدرس. MA زائد 2 MB زائد MC تساوي مجموع المعاملات اللي هي 1 زائد 2 زائد 1 تساوي في الشعاع MG. إذا نكتب 1 زائد 2 زائد 1 MG شعاع MG، طبعا وهذا يساوي 4 MG. إذا ما علينا إلا التعويض في العلاقة الأولى. إذا نعوض، نقول نعوض في المعادلة 1، ممكن نكتب المعادلة 1 اللي حنسميها يا هذه المعادلة 1. إذا ماذا نتحصل؟ نجد ما يلي. إذا الطويلة، طويلة عوضا ما نكتب MA زائد 2 MB زائد MC راح نكتب 4 MG. إذا أولا نكتب MA باش تفهموا أكثر، زائد 2 MB زائد MC تساوي طويلة 4 MG. طبعا هذه كلها تساوي قلنا طويلة CA. نتابع. إذا هذه نخرج 4 لأنه عدد موجب، يخرج لنا بالقيمة المطلقة، والقيمة المطلقة لأربعة هي 4. إذا تخرج لي 4 طويلة MG تساوي طويلة CA. نتابع. إذا MG تاعي طويلة شعاع MG هو الطول MG. إذا نكتب هنا MG هو كطول يساوي نقسم على 4، 1 على 4 طويلة شعاع CA هو الطول CA. ثم بعد ذلك ما هذه المجموعة؟ كي يكون عندكم شفناها في الدرس، درت لكم ملخص شامل على مجموعة النقاط. كي يكون عندكم مثل هذه العلاقة، طبعا سي معلومة وأ معلومة، إذا MG يساوي 1 على 4 CA. 1 على 4 CA هو عدد ثابت، يعني عدد حقيقي، طبعا لازم يكون موجب، طبعا نكتبوه يساوي R، طبعا هو عدد موجب، ما نساوش هذه المعلومة. إذا بما أن MG يساوي R وR موجب، هنا تخرج لكم مجموعة النقاط طو 2 هي دائرة مركزها G ونصف قطرها هو هذا العدد اللي هو 1 على 4 مضروب في الطول CA. إذا نكتب، إذا بعدما لقينا مجموعة النقاط طو 2 هي عبارة عن دائرة مركزها G ونصف قطرها وهو R يساوي 1 على 4 CA، نجي للإنشاء ونولي دائما للشكل الأول تاعي. إذا أين هي الدائرة التي مركزها جي؟ مركزها جي هي هذه النقطة، طبعا مركز يكون راح هنا
ونصف القطر راح يكون 1/4 سي. إذن أنا على بالي بلي ديت 1/ا سي هو مقسم إلى 4 أجزاء. إذن ندي جزء منه، مثلا ندي هذا الجزء، هذا يمثل 1/4 سي. إذن وش راح ندير؟ راح أضع مسمار المدور على النقطة جي، ثم ننشأ الدائرة تاعي. لاحظوا معايا هكذا، نرسم دائرة، طبعا مركزها راح تكون جي، ونسقطوها هو 1/4 سي. إذن هاي لك المجموعة تاعنا تو 2 اللي هي عبارة عن دائرة مركزها جي ونصف قطرها راح يكون 1/4 سي. إذا بعد ما عينا تو 2 المجموعة الثانية، نجي للسؤال الذي يليه. السؤال الرابع، واش راح يقول السؤال الرابع؟ يقول بين أن المجموعة تو 2 اللي هي هذه المجموعة معرفة أيضا بالعلاقة التالية ام ار، يعني طويلة ام ار زائد 2 ام بي زائد ام سي كشعاع كأشعة تساوي طويلة ام ار ناقص 2 ام بي زائد ام سي. إذا لاحظوا معي السؤال هذا الرابع، يقول برهن أن مجموعة تو 2 هي نفسها هي هذه المجموعة، يعني ام ار طويلة ام ار زائد 2 ام بي زائد ام سي تساوي طويلة ام ار ناقص 2 ام بي زائد ام سي. احنا واش عندنا؟ عندنا حسب السؤال الثاني، عندنا تو 2 هي تحقق العلاقة التالية طويلة ام ار زائد 2 ام بي زائد ام سي تساوي سي ار. احنا يقول برهن ان هذه المجموعه هي نفس هذه المجموعه، واش راح نبرهن؟ راح نبرهن ان هذه تساوي هذه. واش معناتها هذه تساوي هذه؟ يعني ابرهن، يكفي ان ابرهن. اذا يكفي ان نبرهن، ماذا نبرهن؟ ان لاحظوا معايا ام ا ناقص 2 ام بي زائد ام سي تساوي سي ا. اذا نكتب طويله ام ا ناقص 2 ام بي زائد ام سي تساوي طويلة سي ا. يلا مع بعض نبرهن ذلك. اذا كيف ابرهن؟ انطلق من هذا الحد. اذا انطلق من ام ا ناقص 2 ام بي زائد ام سي، لازم نلقاها تساوي طويلة سي ا. كيف ذلك؟ لاحظوا معايا الان كي يكون عندكم، اذا انطلق من ام ا ناقص 2 ام بي زائد ام سي كطويله، هذه ماذا تساوي؟ لاحظوا معايا هذه من اجل كل ام من المستوي. كي تشوفوا باللي هنا المعاملات، لاحظوا معايا 1 ناقص 2 ناقص 1 زائد 1 تساوي الصفر. مجموع المعاملات كي تكون هنا في العلاقه الشعاعيه هنايا تساوي صفر، فانها لا تقبل مرجح، وهي هذه العلاقة مستقلة عن ان. كيف ذلك؟ لاحظوا معي لو أضع، إذا نكتب من أجل ان يساوي ان بي، من أجل ان يساوي بي، نشوف وش تخرج لي هذه العلاقة، لأنها هذه العلاقة محققة من أجل كل النقاط ان. إذا نكتب من أجل ان يساوي بي، إذا قلت من أجل ان يساوي بي، وش نتحصل؟ نتحصل على العلاقة التالية، نعوض ان بي بي، وش تولي لي هنايا؟ تولي لي بي ا زائد او ناقص 2 بي بي ناقص 2 بي بي كشعاع، ثم اخيرا زائد بي سي زائد بي سي كطويله. ثم اذا ام ا دائما، يعني هذه العلاقه ام ا طويله ام ا ناقص 2 ام بي زائد ام سي ماذا تساوي؟ لاحظوا معي تساوي طويلة بي ا خليها كما هي ناقص 2 بي بي، هذا شعاع راح يخرج لي الشعاع المعدوم لانه نفس النقطة بي بي. اذا وش يبقى لي؟ زائد بي سي. الان طويلة بي ا زائد بي سي كم تساوي؟ نولي للشكل. اذا لاحظوا معي عندي بي ا زائد بي سي. هنا مادام شعاعين، مجموع شعاعين لهم نفس المبدأ، واش راح ندير؟ راح نرسم متوازي الأضلاع. لاحظوا معايا بي سي زائد بي ا،
نبدأ BA، BA زائد BC راح تجيب شعاع هذا BC وزيحه إلى غاية المبدأ تاعو راح تكون A هكذا، يعني ندير متوازي الأضلاع. إذا نرسم متوازي الأضلاع، إذا فقط كملاحظة متوازي الأضلاع تاع اللي قلته لكم راح يكون مستطيل. لماذا؟ لأنني عندي هنا زاوية قائمة، وبالتالي عندي هنا الضلع بي سي يساوي 12، وهنا أ بي يساوي كم؟ 9 سنتيمتر. إذا أي متوازي الأضلاع له زاوية واحدة فقط يعني قائمة راح يكون المتوازي الأضلاع تاعي مستطيل. وبالتالي إذا قلت نعاود، إذا بي سي زائد بي أ كم يساوي؟ إذا مجموع الشعاع BA زائد BC راح يخرج لي حسب قاعدة متوازي الأضلاع. هنا لاحظوا معايا، نقلت سحبت هذا الشعاع BC إلى هذا الشعاع، راح يولي لي القطر تاع المستطيل اللي هو مثلا نسميه هنا النقطة مثلا K، راح يساوي لي BK. إذا قلت محصلة الشعاعين BA زائد BC راح تكون هو القطر تاع المستطيل BK. كما نعلم معلومة جد جد مهمة، أن في المستطيل أن الأقطار متساوية، إذا بيكا تاعي هو نفسه القطر سي. إذا نكتب كل هذه المعلومات. إذا كتب لكم لدينا في المستطيل أكا سي بي القطران طبعا متساويان في الأطوال. كتبت الطويلة، يعني طويلة شعاع بيكا تساوي طويلة شعاع سي، القطران متساويان في الطول. ومنه بي أ طويلة BA زائد BC تساوي BK، يعني شفناه القطر BK في الطويلة، وتساوي طويلة CA منه مباشرة. إذا يولي لي BA هنا BA زائد BC كم يساوي؟ راح يساوي لي CA. إذا نكتب طويلة CA، أنا نهضرو بالطويلة. ومنه وصلنا النتيجة اللي حبيناها، منه أخيرا راح نستنتج أن MA زائد 2MB زائد MC تساوي CA. إذا نكتب، يقول سؤال الأخير تحقق أن تو 2 تشمل B و B فتحة منتصف AC. نبدأ بالنقطة B. إحنا عندنا تو 2 هي المجموعة التالية، طويلة MA زائد 2MB زائد MC تساوي طويلة CA. يلا هنا تحقق، كيف نتحقق؟ B تنتمي إلى تو 2، وش معناتها؟ معناتها تحقق العلاقة التالية. راح نشوف هل فعلا تحقق العلاقة التالية. واش راح ندير؟ راح نعوض هنا ام ببي، اذا ام تساوي بي، نشوف واش يخرج لي. اذا تخرج لي طويلة بي أ زائد 2 بي بي زائد بي سي، هل فعلا تساوي سي أ؟ ما نكتبش تساوي سي أ، لا. اذا تساوي هنا 2 بي بي شعاع هو شعاع المعدوم. اذا واش خرج لي؟ تخرج لي طويلة بي أ زائد بي سي. احنا شفناها من قبل ان هذا الطويلة ما هي الا، اذا حسب السؤال الرابع لدينا واش عندنا؟ عندنا طويلة بي سي زائد بي أ ماذا تساوي؟ تساوي طويلة سي أ. وش معنتها؟ نستنتج منه بي أو تو 2، منه تو 2 تشمل النقطة بي. إذا أتمنى فقط أن يكون واضح. نتابع، أن بي فتحة أو تو 2 تشمل بي فتحة. وش معنتها بي فتحة تنتمي إلى تو 2؟ يعني تحقق هذه العلاقة، يعني كي نعوض أم بي 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 فتحة لازم نلقاو أم أو بي فتحة، نعوض بي فتحة بأم، بي فتحة أ شعاع زائد 2 بي فتحة بي شعاع زائد بي فتحة سي كشعاع طويلة تساوي، لازم تساوي سي أ. نتحقق من ذلك، نتحقق، ما راهيش تساوي، نتحقق المساواة التالية. واش راح ندير؟
إذا نبدأ من هذا الاتجاه. إذا نكتب، لاحظوا معي، طويلة بفتحة أ زائد 2 بفتحة ب زائد بفتحة سي كم تساوي كطويلة؟ إذا نبدأ على بركة الله. إذا نتابع، قلت لكم ما نساوش أن بفتحة منتصف أ سي وش معنتها؟ معنتها عندي العلاقة الشعاعية التالية، عندي بفتحة أ كنجمع بفتحة أ زائد بفتحة سي راح يكون شعاع المعدوم، طبعا لأن بفتحة منتصف أ سي لأنهم راهم شعاعين متعاكسين. ثم بعد ذلك إذا هذا زائد هذا يساوي صفر، وش يبقى لي؟ يبقى هنا طويلة 2 بفتحة ب. إذا بقات لي خطوة أخيرة أتحقق أن 2 بفتحة ب هي سي أ، هي طويلة سي أ. نولي للشكل، أولا أين تقع النقطة بفتحة؟ قلنا أن النقطة بفتحة هي منتصف أ سي، إذا وقلنا أن أ ك سي بي هو مستطيل، ونعرف أن القطرين متناصفين ومتساويين، إذا حتما راح النقطة تاعي بفتحة تقع هنا لأنها منتصف. ونتحقق مرة أخرى، لماذا؟ لأنني قسمت أ سي تاعي إلى 4 أجزاء متقايسة، 1 2 3 4، إذا راح تكون جزئين، 2 على 4 هو النصف، إذا يعني صحيح راهي جات سوسوة في المنتصف. إذا بفتحة تقع هنا، وما ننساوش أن عندي أ بي سي مثلث قائم، إذا بي بفتحة وش يمثل بالنسبة للمثلث القائم؟ يمر على إحدى الرؤوس وينصف الضلع المقابل، إذا بي بفتحة هو متوسط الضلع أ سي، يعني متوسط المثلث القائم تاعي متوسط إذا قلت المتوسط المتعلق بضلع أ سي. إذا كم يساوي متوسط كي يكون المتوسط في مثلث قائم؟ راح يساوي لي يعني ب بفتحة يساوي نصف أ سي، إذا ب بفتحة يساوي نصف أ سي. إذا نكتب، إذا كتبت لكم ب بفتحة متوسط المتعلق بضلع أ سي في المثلث القائم أ بي سي، منه عندنا الطول أو طويلة الشعاع بي بي فتحة تساوي نصف سي أ، وبالتالي وش معنتها؟ معنتها 2 بي بي فتحة يساوي كشعاع تساوي سي أ، طويلة الشعاع سي أ. إذا لقينا وش قلنا نحوصوا عليه، إذا 2 بي بي أ، إذا أخيرا شوفوا معايا 2 ندخل 2 لداخل الطويلة ما يتغيرش، 2 بي بي أ تساوي بي عفوا بي فتحة بي تساوي طويلة سي أ، وهو المطلوب إيجاده. إذا منه نستنتج، إذا نستنتج أن بي فتحة أو تو 2 تشمل النقطة بفتحة. إذا بهذا الاستنتاج نكون قد أكملنا هذا التمرين الذي أتمنى أنني وفقت في الشرح المبسط له. إذا أقول لكم في الأخير ما تنسوناش بالتعليقات، وما تنسوناش باللايكات والاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم ما هو كل جديد، وما تنسوناش أننا فتحنا قروب في الفيسبوك، إن شاء الله راح ندير لكم الرابط لمن يريد المواصلة ويريد والاستفادة أكثر. راني ندير سلاسل تاع تمرينات محلولة في على المرجح على الاشتقاقية على أي أجده ممتع أو تستفادوا منه إن شاء الله راني نديره لكم. إذا أتمنى لكم من أعماق قلبي النجاح والتوفيق، وفي الأخير صح فطوركم وإلى الملتقى إن شاء الله.